جيد. بالنسبة للسحب هذا لازم ما فينا نسحب منه غير لبعد ما يصير عندنا 80 دولار، فوقت اللي بصير عندي 80 دولار فممكن أسحب منه. فمثل هاي إحصاءات لحق بس عليها بتعطيني 86 دولار. هلا في إحصاءات كتير بتشتغل، في إحصاءات كتير ما كل هالقد بتشتغل، فبدكم تتحلوا في الصبر لحتى تحسنوا تحصلوا. دي ممكن ساعدكم جوجل ترانسليت مشان إذا بدكم تترجموا شيء ما عرفتوه أو هيك، قص لصق مثل العادة. هون إذا مش شيء انتو من نت فيما قبل، من وين؟ جنس، العمر، البيانات على طول بتكون بتنزل عندكم كل فترة والتانية. المدخل تبعكم هون إذا بتشتروا أنتوا بضائع من على النت، قديش كم مرة بتشتروا من بضائع من على النت، تليفونات على أمور هاي قديش بتشتروها. هاي هي عبارة عن استبيانات، ممكن تعبوها يوميا، وهاي هي كل شغلتكم عشان تربحوا منها مصاري نقود. هون كيف تستخدموا المواد الإلكترونية، التليفون على الأمور هاي في البيت أو في الهيدا، أنت بتستخدمه هون التليفون، أنت بتستخدمه الكمبيوتر، أنت بتستخدمه على الشغلات هاي. قديش بتدفع مصاري هون كل شهر بالنسبة للمواضيع تبعت الموبايل؟ تقريبا يعني ما ضروري كل شي تجاوبوا عليه اسمه بيرفكت، الشغلات اللي ما بتفهموها ممكن تجاوبوا عليها حي الله، يعني بالنسبة للي ما عنده لغة للأد أو مشان سرعوا في الشغل كون. بس بفضل أنا تكون انتو عم تقرأوا وعم تفهموا شو عم تسووا، ممكن تتعلموا اللغة وتاخدوا انتو خبرة من على الأمور هاي. هلا رح أحذف كتير مقاطع من هذا الفيديو لأنه مشان ما أطول عليكم، بس هو هيك يعني بشكل عام. هي هذا هو الاستبيان من العبي. مثل ما شايفين احيانا بمل من الهدف فبعم بيهم، انت بشوف انه النهاية خلصنا تقريبا فبعم بيهم في سرعة عشان ما اطول وجراسي بمل. يعني فيكم تسووها هيك، بس لازم تلاحظوا انه تعبى الخيار كتير لفوق، فممكن انه برضو كتير وفي اسئلة كتير يعني شبه معادة، يعني شغلة مملة. هلا قالوا لنا يعني في ظرف ساعتين لازم يكون المبلغ ضاف لنا للرصيد تبعنا. انه اعطيكم فكرة انه كيف ما نسحب الارباح من كليك سينس، هو هذا الموضوع اللي اعطيتكم فرجيتكم الفيديوهات فيما سبق كيف تربحوا منه وكيف تسحبوا منه دولارات.
مثل ما شايفين هون أنا صار رصيدي هون 9.12 دولار، يعني فصار في إمكاني أسحب مصاري منه لحدود الـ 8 دولار. بعد الـ 8 دولار بحق لي أسحب منه المصاري. خلينا نشوف أول شيء فكرة على هذا الحساب، شلون وقديش صار لي عم اشتغل فيه وكيف جمعت هذا المبلغ. مثل ما شايفين هون بدي أول شيء بتفرجيكم قديش صار لي أنا بسجل في هذا الموقع وقديش صار لي عم اجمع فيه. بلشت في هذا الموقع 22 شهر، 22 شهر يعني هذا الحكي من شي أسبوعين. مثل ما شايفين أول 5 أيام كنت عم أتعرف على الموقع، ما بعرفه زيادة، 1 2 3 4 5 6، أول أسبوع ما عندي فكرة عنه فما في أرباح. مثل ما شايفين هون 0.037، 0.034، 33، 30، 18، 44، يعني تعد لا أرباح تذكر. حتى اكتشفت الموقع وعرفت أساليبه وكيف أربح منه، اختلف العداد هون، صارت 68، صارت 9، صارت تقريبا هون 97، تقريبا 1 دولار. هون ما رجعت هون شوي، كان في شوية خمول لأنه كنت مشغول في شيء تاني، فاليومين هدول رديت رجعت دولار ودولار فاصل شوي، 3 دولار فاصل شوي، 88 سنت تقريبا حوالي الدولار. هون رجعت انخفضت شوي، هون دولار، هون دولارين، حتى جمعت المبلغ كله توصل 9.9 دولار، يعني حوالي 10 دولار. 10 دولار في قديش؟ يعني في شغل أسبوع، هدول 10 دولار في أسبوع يعني 40 دولار في الشهر، 40 دولار من موقع واحد يعني. المهم أهم نقطة هي شلون نسحب المصريات. قبل ما أفرجيكم شلون بدنا نسحب المصريات، حابب بس أذكركم الأشخاص اللي لسه ما سووا إيميل لازم يسووا في الباي بال، وبيجوا بسجلوا هون الإيميل تبعون على الباي بال. مثل ما شفتوا بفتحها من هون، اسمي هذا اسم الحساب تبعي، بيجي على الخيار الثاني بشوف البروفايل تبعي وبنزل الحساب تبع الباي بال هون. هلا بدي أحول أنا المصريات على الباي بال، بنروح هون. هاي ما بتكون موجودة عندكم لحتى يصير عندكم مبلغ 8 دولار، بعد ما يصير عندكم مبلغ 8 دولار بتفتح عندكم تكبسوها. مثل ما شايفين عم يقول لي قديش بدك تحول المبلغ كله او اقل او بعد او وقديش يعني بالضبط. هون عم يقول لك تأكد انه من عملية التحويل، وعملية التحويل تستغرق من يومين لخمسة ايام عشان تكونوا في الصورة، يعني ما رح توصل دغري دايركت المصريات. مشان أكد لكم مصداقيتنا وعلى الأمور هاي، سحبت الرصيد كله ونجح عملية السحب، نجحت وانتهت انتهت. هاي هي شوف مثل ما شايفين هون صفر الحساب. هلا بدي اعطيكم انا الاستراتيجية اللي مشيت فيها لحتى حصلت هذا المبلغ في غضون اقل من اسبوع. مثل ما شايفين هون في اعلانات بتشوفوها علمتكم عليها، هون في لعبة يعني تكبسوها كبس فبيطلع عندكم اعلانات تتفرجوا عليها، ترجعوا بعد ما تخلصوها هاي القائمة كلها من الاعلانات ترجعوا لهون على الحساب تبعكم تكبسوا البعدة فبطلع لكم لعبة 20 إعلان ممكن تربحوا فيهم 10 دولار، انتوا وحظكم. تكبسوا عليها تستنوا 10 ثواني حتى يطلع لكم تذكير فبسكروا وبتفتحوا واحدة تانية وهكذا، فانتوا وحظكم. بس الماي له حظ لا يتعب ولا يشقى فما رح يربح منهم، بس هي ضرورية تسويها لهي العملية مشان تاخد البونص. البونص اللي يقدر 5% من 5% من الأرباح تبعك اليومية. تيجي على بعده تكبسه وبتسوي المهمة تبعك، إذا موجودة مهمة بتسويها، إذا ما موجودة ما في داعي، هي لحالها بتعبي لحاله. بترجع على الحساب تبعك، المهمة بتجي هون تكبس عليها وبتنفذها. هلا أنا ما رح اسمح لي إياها لأنه معبي هون أنا المهمات، بنسكرها. نرجع نيجي لهون على الكومبليت، كمان نكبس عليه
طب بيظهر لك كمان هو الراديو بتسمع عليه نص ساعة، بتفتحه 4 مرات في اليوم، فبتحقق 0.01. شركة بتسجل فيها بتاخد مباشرة عن دايركت. نيجي لهون بقولوا لك، بقول لك بدك تزور 3 صفحات، 3 أشكال تفتحها، بتزورهم، بتزور 3، بتفتح عليهم 3 فبتحققها. ليش هاي الاستراتيجية تبعتها؟ أنا تبعت هاي الاستراتيجية مشان أحصل البونص. البونص يقدر هون 1 وهون 1، هاي لسه ما فتحت معي، 5%، والواحد بيعطوك إياها بعد ما بتكمل هدول المهام، فبصيروا 6% بونص مثل ما شايفين، 6%. وتقدر أنا هلأ حسب الأرباح اللي حققتها، يعني أنا اليوم لحاله حققت حوالي 2.5 يورو مع البونص تقريبا، مع البونص في 2.5 تقريبا. فيكون على كل الأحوال اللي ما شاف الفيديوهات تبعت هذا الموقع يشوفها ويراجعها، لأنه الموقع صادق 100%. خلينا أفرجيكم إنه الموقع صادق من وين. أنا فرجيتكم قبل بمرة فيديو عن الموقع هاد وكيف يحاولوا فيه المصاري جنيتا أو اللي أحسن تحصلها من الموقع، وعلمتكم كيف تحصلوا فيها مصاري. بس هلأ بدي أفرجيكم الإثباتات تبعت الدفع اللي وصلتني من الموقع 0.01 ليتأكدوا من الحساب تبعي. وصلت على الباي بال، وبعد نفس اليوم بعد كم ساعة بحولوا لي باقي المبلغ وهو اللي سحبته. هلأ هو أنا سحبت 9.2، بس أخدوا أو نسبة الباي بال أخدت تاخد نسبة على التحويل تقدر يمكن 2% أو هيك شيء، فتوصلني 8.94، يعني خسروا شيء 25 سنت، مو مبلغ كبير. طيب أوكي، فرجتني على الإيميل، فرجيني على الحقيقة وين هي في الباي بال. نفتح الباي بال بقى منشوف وصل عنا 0.01 أول شيء، بعدين وصل 8.64 من الموقع. طيب الناس اللي عم تخوف من الباي بال وعم تقلي شلون منا نوصل كرت وشلون ما منا نوصل كرت ومن على الأمور هاي، تفرجيكم شغلة. أنا ماني واصل كرت، أنا في ذات نفسي عندي كرت وما واصله. قلتلكم بيكفي تسووا كونتو وسووا إيميل تثبتوا هويتكم، فصار في عندكم باي بال وطلعوا. يعني حاطط انا في مبلغ ماشي حاله، يعني في حوالي 110 دولار، 118 دولار، 1000 كرون. فكل معاملتي في هذا البنك، ولسه بفرجيكم يعني انا كمان فوت احيانا عليه مبالغ مليحه ضخمه، فلا تخوفوا منه ولا تخوفوا من شيء. هذا موقع الكتروني صادق 100%. انا ما يعني ما لو فيه ولو 1% خطر ما بقلكن عليه، حتى الموقع اللي فيه أخطار ما بقلكن عليه، كله فرجيكن ياه وبثبتلكن ياه، ما بدنا ناكل مسبات منكن. المهم طيب بصلوا المصريات، أنا ما عندي كرت، شلون بدي أسحب المصريات؟ يا جماعة الخير ما في داعي لتسحبوا المصريات، فيكن تشتروا فيها من أي موقع إلكتروني هلا. وإذا بدكم مصاري حولوا لي ياهن، أنا بحولكم ياهن مباشرة مصاري كاش. إذا ما بدكم مصاري وهيك، فأنصحكم أنا تروحوا تشتروا فيها سلع معينة، لأنه كل الأسواق الإلكترونية موجود فيها الباي بال، وممكن تستخدموا المصريات اللي بوصلوا لكم من المواقع. شلون يعني؟ منفوت على الويش، هذا أشهر موقع لشراء المواد الإلكترونية، نختار أي سلعة فيه، أي سلعة بدكم ياها، فلنفترض وفيه كل شيء سرعة يعني. فلنفترض مثلا هذا الجاكيت فرضا سعره 320، اوكي ما معنى رصيد 320، قديش معنى رصيد؟ فلنفترض انه 20 كرون، 20 كرون ندور على القطع الصغيرة، او 10 كرون، 10 دولار، او قد ما كان مثلا قطعة صغيرة، هاي قطعة صغيرة على حسب ما معكم، على حسب ما بتحسنوا تشتروا في هذا الموقع. وممكن تشتروا كمان في هذا بنزل كتير عروض، وممكن تشتروا هاي 41 كرون، يعني ما بعرف قديش بالدولار، فيكم تحولوا للدولار. بتحطوا بس اللون تبعه مثلا، يعني هاي الشغلة بتلزمكم، ميكروفون وسماعات، تحطوا على الباي
قلب مباشرة لوين؟ على طريقة الدفع. هاي الدفع إذا توصل 190 لأنه باخذوا ضريبة، فيكم تكبسوا على الباي بال وتحطوا حسابكم تبع الباي بال وانتهى، وتوصل السلعة لعندكم في ظرف 17 ل 23 يوم. وهذا موقع مضمون تاني، فما في داعي لتدمجوه في الكريدت كارد في المرحلة الحالية. وصراحة أنا قريبا رح أحاول إنه أدور لكم على حل إلها، يعني أشوف لكم شي كروت إلكترونية ممكن تاخدوها عشان تسحبوا فيها المصاري، بس صراحة ما عندي وقت بنوب، ماني فاضي بنوب هلا. بس هي أحد الطرق اللي خطرت على بالي إنه أشرح لكم إياها، إنه فيكم تسحبوا المصريات اللي بيجوا الربح من النت عن طريق شراء سلع تانية. هذا تقريبا كل شيء لحلقة اليوم، فرجيناكم الإثبات، فرجيناكم كيف تحسنوا تستفيدوا من المصريات بتوصل من المواقع. بس حبيت أذكركم اللي ما سجل في الدروس الماضية خليه يسجل، لأنه صراحة يعني في فائدة لكم. هذا موقع واحد، أنا أعطيت لكم 4 5 مواقع فممكن تستفيدوا منهم. السابق كان عبارة عن كل شيء تعلمناه خلال الشهر الثامن مع هذا الموقع، هذا بعد مرور شهر ثامن من هذا الموقع، فبيكون في أرباح أشياء أمور هيك. بس حبيت أذكركم إنه في العضوية الرقة العضوية تبعنا، فعندما الرقة العضوية تبعنا نحط عليها 17 دولار، بصير عندنا المشاهدات أكثر، بصير عندنا مشاهدات الإعلانات أكثر بالنسبة للكبس، الكبسات سعر الكبسة أغلى، طيب كيف أنا أرقي الرقة العضوية تبعنا؟ يمكن 17 دولار، ما تشتري يعني هذا؟ قبل ما تجمع المبلغ ممكن ترقوها عشان يصير عندكم مع الوقت، يعني على مدار كل العضوية بتستمر السنة، مع مدار الوقت بتصير مشاهداتكم لها تسعيرة أكبر. ترقية العضوية يكون تيجوا على آخر سطر آخر فراغ يكون العضوية هاي العضوية الموجودة هون، ما شايفين هون تسعيرتها 17 دولار للعضوية، أنا اشتريتها سمعت المبلغ خلال أقل من شهر واشتريت العضوية وصرت أنا عضو. فميزات هاي العضوية إنه تصير تشوفوا إعلان عليه اللي عليه 10 سنين، عليه 0.1 سنت صار 4، بدل الواحد صاروا 4، وصار صرتكم أكثر للربح إذا كنت تلعبوا في اللعبة، وبصير عندكم 6 دولار سحب ما 8، وبصير تشوفوا الإعلان لمدة 5 ثواني مو أكثر من 5 مو 10 مثل اللعبة اللي شفتوها الماضي، وسعر الكبسة ما بتغير بس بيزيد عدد الإعلانات الموجودة فيها بيزيد عددها. بالنسبة للأشخاص كمان كل كبسة بتاخدوا عليهم نفس التسعيرة ما اختلفت بالنسبة للكبسات ما اختلفت، ومدة هاي العضوية سنة لسنة ثابتة، وبالتأكيد البونص اختلف، البونص وصل ل 16% كان في أول 7%، فاختلف البونص فزاد حوالي 10 تقريبا 9% بونص. فالأشخاص اللي عم تحسن تجمع مبلغ منيح فيه فبنصحهم أنا في العضوية الكاملة، لأنه بيزيد سعر الكبسة وبيزيد البونص تبعه. أنا بالنسبة لي بتوقع إنه هذا كان شيء إيجابي إنه أشتريها، لأنه كنت أحيانا أحصل 3 4 دولار، فبيجيني البونص لحاله نص دولار، بحوالي نص دولار يوميا. مثل ما شايفين هلا أنا المرة الماضية حولت مبلغ واشتريت العضوية، ولا رح أحول مبلغ ثاني لحالي كنترول كاش كاو، حطينا مبلغ هون كلياته ونحط سبلايك حط اوكي خلاص حول المبلغ مرة ثانية، يعني فرجيتهم تحويلتين في قلب شهر واحد، واشتريت عضوية 19 دولار كمان العضوية مثل ما شفتوها بصير عندكم هون نجمة. فكثير أنا بنصحكم في هذا الموقع، أتمنى إنه كلياتكم تشتركوا فيه وتشاركوا فيه لأنه فعلا فيه يكون مصلحة ممكن تحققوا أرباح من خلاله. هذا كل شيء حبيت إنه أختصره وأعلمكم، ومثل ما قلت لكم أهم شيء السيرف، هو السيرف اللي بيعطيكم مصاري بيعطيكم ترسل، بالإضافة للمشاهدات هون بيكون في فيديو بالعادة فاتصلوا عليه وشاهدوه، مثل ما شفتوا الفيديو خلاص انتهى.
دخل مكة، هاي هي كل شيء. أول ما في الفيديو هذا في الفيديو هذا كل شيء لحد اليوم. استفدت من الموقف تمام. وفي فكرة كمان بسيطة، في حال أنتم تكون عليها، في حال أنتم شفتم إنه مثلا تزيد كمان دخلكم، ممكن تاخذوا هذا الرابط تبعكم وتنشروا أصدقائكم، ونتيجة إذا أصدقائكم اشتركوا في الموقع فممكن كمان تاخذوا كوميسيون، أو إنه أنتم عم تنشروا الموقع تعطوكم نسبة من الأرباح تبعت الشركة. هذا كل شيء لحلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم العافية، نشوفكم في حلقات جديدة مع دليل مختلف في السويد.